93 شخصا سجلتهم السلطات الهندية مفقودين حين انهار المبنى السكني في العاصمة المالية والتجارية مومباي أول من أمس. واليوم أعلنت السلطات نفسها إتمام عثورها على المفقودين جميعا، 60 جثة و33 ناجيا. بهذا أنهت السلطات الهندية أعمال البحث والإنقاذ. استمرت أعمال الإنقاذ حتى 5:30 من صباح اليوم. قوات التعامل مع الكوارث ورجال الإطفاء بذلوا جهودا مضنية، ومعهم متطوعون محليون. هناك حوالي 60 جثة تم انتشالها. وما يزال السبب الذي أدى لانهيار المبنى ذي الطوابق 5 محل تحقيق السلطات. ويذكر أن المبنى شيد عام 1980، وكان سكانه من عاملين لدى الإدارة المحلية لمومباي، ويعد هذا ثالث انهيار من نوعه هذا العام في المدينة. ناصر فرغلي، BBC.